فحياكم الله تعالى مرة أخرى بالسلام. أحبتي في الله، أخواتي الفضليات، خير ما نفتتح به هذه الجلسة المباركة التي لا نبتغي منها إلا وجه الله تعالى هو تلاوة عطرة من كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أنا أردت أن أقول هذا قبل تقديم فرقة الأمل الفلسطينية. لا يفوتنا أن نقدم كلمة الافتتاح، ويقدمها الآن الأخ الدكتور أشرف، فليتفضل مشكورا. أحمد الله عز وجل ناصر المستضعفين على تلبيتكم الدعوة ومشاركتنا في هذا المهرجان الثقافي. أيها الحضور الكريم، إن من دواعي الغبطة والسرور أن نرى هذه الوجوه المشرقة متواجدة معنا في هذه القاعة للتعبير عن تضامننا الفعلي مع أطفال غزة الصامدة، بل مع كل غزة وأهلها الأبرار، متمثلين في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، لقد اجتهد إخوان لكم من الجالية العربية بميونخ بالتعاون مع بعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي والإغاثي والدعوي، نذكر منها جمعية نداء الحرية بألمانيا، وجمعية الإغاثة الإسلامية، والمركز الإسلامي، على تنظيم هذه التظاهرية الثقافية تحت عنوان غزة تحتاجك. فهي مساهمة متواضعة جدا، آملين أن تحقق الحد الأدنى من معاني النصرة والمساندة لغزة الصامدة وأهلها المرابطين. هذه رسالتنا إليكم أيها الحضور الكرام. أما رسالة غزة إلينا جميعا، فلسان حالها يقول: أنا لا أحتاج إلى شفقة من أحد، بل خذوا عني الدروس الآتية. في ليلة تحت الحصار عاصفة ونحن الفجر ننتظر، صبرنا ونحن في عمة، صمدنا ونحن نحتضر، نظل الموت في شرف لسنا منه نستتر. هل رأيت إذا ما الدجى يزين سماءها قمر؟ هل رأيت الحق يبطش يدك رقاب من غدر؟ هل رأيت الأسد يوما تعلو فوق من قهر؟ هل رأيت حمام البين على الباغين ينتشر؟ كذا نحن إذا بطشنا إن الحق مقتدر. قلت حقيقة من باب التعسف على المقام أن هذا العبد الضعيف يقدم أستاذنا وحبيبنا الأخ الدكتور عزام التميمي الذي لبى دعوتنا حتى يشاركنا في هذه الأمسية الثقافية المباركة في هذا العرس الفلسطيني، في عرس غزة الصامدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. الكلمة التي تفضل بها قبل الأخ أحمد الخليفة ذكرتني بموقف. إذا هذا أحسنك ممكن نشيل هذا. أوكي. أيوة. شكرا.
ذكرتني بموقف ماشي الحال أظن اسمه. بعد أن أعلن وقف إطلاق النار بيوم واحد تكلمت هاتفيا مع الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في قطاع غزة، وكان مما قاله لي أنه عندما كانت طائرات F-16 وطائرات الأباتشي هليكوبتر والصواريخ من كل حدب وصوب تنهال عليهم، كان هاجسهم ألا يتمكنوا من الوفاء بما وعدوا به الجماهير التي خرجت نصرة لهم حول العالم. كانوا يشاهدون عبر شاشات التلفزيون مظاهرات المناصرين والمتعاطفين معهم في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول العربية وفي آسيا، كانوا يشعرون بأن عليهم عبء أن يفوا بما تعهدوا به من ثبات وأن يحققوا ما وعدوا من نصر. لم يخذلهم رب العزة ولم يخذلنا، وتحقق النصر في نهاية المطاف. لأن هذا النصر هو نصر في معركة ضمن معارك، والمعارك القادمة قد تكون أشد ضراوة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي، وقد يتكرر العدوان العسكري. ورأينا خلال الأيام القليلة الماضية الكيان الصهيوني يستأنف ضرباته في أماكن معينة من قطاع غزة. هذه الحرب أيها الإخوة والأخوات ما كان يمكن أن يفكر الصهاينة بشنها على قطاع غزة لولا أنهم وجدوا لهم عونا في الجوار العربي. ولا أريد أن أستخدم كلمة تواطؤ، فكلمة التواطؤ قليلة لا تفي بالمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو تعاون كامل، هو تورط كامل من قبل القيادة المصرية في القاهرة ومن قبل السلطة الفلسطينية في رام الله. بل إن عمر سليمان الذي كان يدير جولات التفاوض مع إخواننا في حماس كان يدير المعركة ضدهم في غزة من القاهرة، وكان حينما تستعصي عليه مرحلة من مراحل التفاوض يتصل بالإسرائيليين ويقول لهم مزيدا من الضرب، مزيدا من القتل، لعلنا نستطيع أن نخدع هؤلاء. حجم الخيانة، حجم العمالة يفوق التصور، يشيب له شعر الوليد، شيء غير مسبوق في تاريخنا. ولذلك فإن هذا الانتصار أيضا غير مسبوق في تاريخنا. هذا الانتصار عاد إلينا أمجاد كنا نقرأ عنها في الكتب، نشتاق إليها، نحن إليها، نحن إلى ما سطره أسلافنا من انتصارات عظام، ونقول متى يأتي دور الأمة لتحقق بعض هذه الانتصارات. انتصار غزة لا يقل عظمة ولا يقل أهمية عن كبريات المعارك في تاريخ الأمة الإسلامية التالية. لا يمكن لإنسان أن يتصور حجم وكم ونوع أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها الصهاينة ضد أهلنا في غزة. هيروشيما وناغاساكي تدمر عشرات المرات، أفران هتلر التي حرق فيها اليهود وغير اليهود أنزلوها أمطروها على الناس من السماء بالسلاح الأمريكي المتطور،
ومن البحر من زوارق مصنوعة أيضا في أمريكا وأوروبا، ومن البر عن بعد. وبقي الجبناء متمترسين في دباباتهم وفي طائراتهم، لا يجرؤون على الدخول في معترك النزال. ولو أنهم دخلوا في المعترك وترجلوا من دباباتهم لكانت أعداد القتلى في صفوفهم تفوق عشرات المرات ما قتل في حرب لبنان من قبل، إلا أنهم جبناء. وعندما لم تفلح كل أسلحتهم في أن تخضع هذه الأمة الرائعة في غزة، وعندما خشوا على أنفسهم وعندما خشوا على عملائهم من أمثال مبارك وعباس ومن أمثال آل سعود، عندما خشوا عليهم أن تجتاحهم أمواج الغضبانين من جماهيرهم، عندما خشوا عليهم وخشوا على عروشهم، أعلنوا وقف إطلاق النار من طرف واحد، ووقف الكاذب ابن الكاذبين، وقف الدجال ابن الدجالين، وقف اللص ابن اللصوص إيهود أولمرت، ليقول بأنها إسرائيل حققت كل أهدافها وأكثر. كذب والله، كذب والله، ولم يحققوا شيئا من أهدافهم إلا أن يكون هدفهم أن يقتلوا أكبر عدد ممكن من الأطفال، أن ييتموا أكبر عدد ممكن من الأطفال، أن يحولوا المدنيين الآمنين إلى أشلاء، أن يدمروا البيوت، أن يدمروا المساجد، أن يدمروا المستشفيات. إذا كان هذا هو الهدف، نعم تحقق. أما تغيير الوضع السياسي في غزة، أما الإتيان بعملائهم من رام الله على دبابات إسرائيلية، أما قلب النظام في غزة، أما القضاء على قدرات حماس الصاروخية، أما الفت في عدد المجاهدين، فشيء من هذا لم يتحقق. بل الذي تحقق هو شيء آخر تماما. اليوم حماس هي زعيمتنا، حماس هي التي تقود ثورتنا، حماس هي التي تتصدر نضالنا. وأما الذين أرادوا أن يبيعون في سوق النخاسة، وأما الذين أرادوا أن يتنازلوا عن بيت أمي وأرض أبي، ففي مزبلة التاريخ إلى الأبد. وكما أخبرني أخي أبي الوليد خالد مشعل عندما زرته في دمشق قبل أيام قليلة، قال: إن العالم قبل معركة غزة غير العالم بعد معركة غزة. وليسمع الأمريكان وليسمع الأوروبيون، نحن أمة لا تنحني إلا لله، ولا تركع إلا في محراب الله. العالم اليوم مختلف، فليفهم اليوم العالم أنه إذا أراد أن يحل المشكلة، إذا أراد أن يوقف سفك الدماء، إذا أراد أن يحل شيئا من السلام والهدوء، فحماس هي العنوان. هم شنوا هذه الحرب أيها الإخوة والأخوات لأن كل محاولاتهم السابقة لتصفية القضية باءت بالفشل. بعد أن بدأت الانتفاضة، والتاريخ طويل وليس لدينا متسع من الوقت حتى نسرده، ولكن باختصار شديد، عندما انتفض شعبنا في غزة ثم انتفض في الضفة الغربية في ديسمبر 1987،
طلعوا علينا بمشروع الدولة الفلسطينية. تذكرون مؤتمر الجزائر؟ قال يعني أعلنوا عن دولة فلسطينية، والدولة الفلسطينية كالدولة الصهيونية. وهم، لأن مشكلتنا نحن ليست أنه ليس لدينا دولة فلسطينية، هذا وهم. مشكلتنا أننا طردنا من بيوتنا. أنا لا أريد دولة هزيلة يحكمها عميل لا تستطيع أن تدافع عن حقوقي، ولا تستطيع ولا تجرؤ أن تدافع عن أمتي. أنا أريد أن أعود إلى بيت أمي، إلى أرض أبي. أنا أريد أن أعود لأكون جزءا من الأمة، هذه الأمة التي مزقها سايكس بيكو. فلا دولة فلسطينية مشروعة، ولا دولة لبنانية مشروعة، ولا دولة أردنية مشروعة، ولا دولة مصرية مشروعة، إنها كلها صنيعات الاستعمار. نحن نريد للأمة أن يعاد التئامها. وما زرع إسرائيل، هذا الكيان الصهيوني المصطنع في قلب الأمة، إلا تمهيدا لخلق هذه الكيانات الهزيلة الضعيفة التي يعيش حكامها على فتات أمريكا. كيف نتوقع من مصر أن تقف موقفا مشرفا وحكامها يتلقون 2.5 يعني 2.5 مليار دولار في السنة من العمسام؟ كيف؟ لا يملكون حريتهم، لا يملكون كرامتهم. كيف نتوقع من سلام فياض موظف CIA أن يخدم مصالح الأمة ورواتبه وبدلاته والنعيم الذي يتوهمه هو ومن معه يأتي من أمريكا؟ ما بعد معركة غزة، وصدق من سماها معركة الفرقان، لقد حصل الفرقان، حصل التمايز، ولا مجال للمجاملة، ولا مجال للابتسام في وجه من لا يستحق الابتسام. ويجب أن تسمى الأمور بمسمياتها. بعد معركة غزة هناك قيادة جديدة للشعب الفلسطيني، وهناك قيادة جديدة للعالم الإسلامي، وحي الله الطيب رجب أردوغان، حي الله الأصيل ابن الأصلاء، وخيب الله عمرو موسى ومن أرسله إلى دافوس. تركيا تعيد أمجاد الخلافة بعد عقود طويلة من التغريب ومن العلمنة ومن الربط بالمشروع الصهيوني. ها هم أبناء الإسلام الأصلاء للمرة الأولى يقفون ليرفعوا هاماتهم، ويرفعوا بها بذلك هاماتنا. اليوم تاريخ جديد يكتب، ونحن هنا في أوروبا لنا نصيب في كتابة هذا التاريخ، وينبغي أن يظل لنا دور ونصيب في كتابة هذا التاريخ. ولا عهد الخوف، ولا عهد الطأطاة، ولا عهد أن نظل صامتين، أن نؤثر السلامة. الآن نحن في عهد جديد، ورسالتنا إلى الأوروبيين وخاصة إلى اليهود حول العالم أن معركتنا ليست مع اليهود. حربنا هذه ليست ضد اليهود، فاليهود عاشوا معنا وعشنا معهم قرونا طويلة، ومعظم أو كثير من الناس الذين خرجوا في المسيرات تضامنا مع أهل غزة كانوا من اليهود. في الجارديان 78 يهودي من كبار الشخصيات البريطانية كتبوا بيانا، قالوا ليس باسمنا تحصل هذه المجزرة. هناك يهود أحرار، هناك يهود لديهم شهامة وإنسانية يرفضون ما تفعله إسرائيل. نحن مشكلتنا مع الصهيونية، والصهيونية حركة عنصرية إجرامية لا ترقب في إنسان إلا ولا ذمة، ناهيك عن أن يكون مؤمنا خاضعا لله وحده. الصهيونية
هي المشكلة. ونقول للأوروبيين إن الصهيونية صنيعتكم لن تعود عليكم إلا بالوبال والخبال، وآن الأوان أن تتخلوا عنها. فجنود القسام لها بالمرصاد، والأمة كل الأمة من إندونيسيا إلى موريتانيا، وحيث وجد المسلمون وحيث يوجد أحرار في العالم ومحبون للعدالة، كلهم من وراء حماس اليوم يصيحون بملء الفم: اليوم كلنا حماس. وأنا لا أقول ذلك تحزبا لفئة على فئة، إنما أقوله انحيازا للحق، ولا حياد بين الحق والباطل. المؤمن والإنسان الشريف لا يملك أن يكون محايدا بين حق وباطل، بين عدل وظلم، بل يقف مع العدل ضد الظلم ومع الحق ضد الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لقد تبدت الأمور على حقيقتها، ونحن بحاجة إلى أن يكون لدينا خطاب قوي واضح المعالم، ولكنه صحيح في محتواه، يستند إلى حقائق التاريخ لا إلى الأوهام كما استند المشروع الصهيوني. اليوم أيها الإخوة والأخوات، هناك حراك، هناك إدارة أمريكية جديدة، هناك عقول تائهة شاردة محتارة في أماكن صناعة القرار في أوروبا تسأل أين السبيل. علينا أن نرشدهم إلى السبيل. وأنا قبل أيام قليلة اجتمعت مع مجموعة من النواب البريطانيين في البرلمان البريطاني من حزب الأحرار الديمقراطيين. هم طلبوا الاجتماع معي حتى يفهموا كيف يمكن أن نسقط شروط الرباعية عن حماس حتى تنزع من قائمة الإرهاب، فيتسنى لنا أن نتفاهم معها. وأنا أقول لكم إن إحدى أهم واجباتنا نحن هنا في الغرب أن نقول للاتحاد الأوروبي وللحكومات الأوروبية: أخطأتم بل ارتكبتم خطيئة عندما وضعتم حماس على قائمة الإرهاب. فحماس ليست إرهابية، حماس حركة وطنية مناضلة تبحث عن العدل وتريد الحق لأبنائها. لو نزعتم اسمها عن قائمة الإرهاب فإننا يمكن أن نجد حلا لهذه المشكلة يعود على المنطقة بأسرها بالسلام والوئام والهدوء. المطلوب منكم أيها الإخوة والمطلوب منا في بريطانيا وفي كل أماكن تواجدنا اليوم أكثر مما بالأمس وغدا أكثر مما في اليوم، فلا تركنوا إلى الراحة. لم تنتهي المعركة، نحن الآن حالنا حال المسلمين عندما عادوا من الخندق. نصرهم الله بالريح وبجنود لم يروها، نصرهم الله بعزته وجلاله كما نصر إخواننا في غزة رغم التفاوت الهائل في مستوى التسليح والإمكانيات. ولكنهم قيل لهم إن المعركة لم تنتهي وهناك من الأعداء من يتربص بكم الدوائر، عليكم أن تكونوا جاهزين، وعليكم أن تعدوا العدة باستمرار، وعليكم أن تستمروا من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يتحقق نصر الله بإذنه تعالى. هذه المسيرات التي شهدناها من قبل، طالما أن الحصار موجود ينبغي أن تستمر. فالحصار إعلان للحرب على أهلنا، وما قامت هذه الحرب إلا لأن الحصار لم يرتفع. ينبغي أن تظل فعالياتنا ونشاطاتنا مستمرة إلى أن يرفع الحصار. تسمعون في الأخبار أشياء كثيرة، وأود أن أنهي لأطمئنكم على موقف إخوانكم في حركة حماس. الإسرائيليون أرسلوا إلى عمر سليمان، أرسلوا إليه عاموس كلعاد، يقول لهم
بعد أن وضعت الحرب أوزارها، نريد أن تنتزعوا من حماس موافقة على هدنة جديدة. أرسل المصريون إلى إخواننا في حماس فذهبوا إلى القاهرة. الإسرائيليون يريدون هدنة لثمانية عشر شهرا بالأمر الواقع كما هو دون تغيير. موقف إخوانكم هو كالتالي: لا يمكن أن ندخل في هدنة مهما قصرت أو طالت، سواء كانت سنة أو سنة ونصف، إلا إذا أولا رفع الحصار رفعا تاما، ثانيا فتحت المعابر فتحا تاما بما في ذلك معبر رفح. وتعلمون جميعا أن معبر رفح لو لم يكن مغلقا لما كان حال إخوانكم في العنة الذي هم فيه. لكن مبارك وزمرة مبارك يخشون على مشاعر عباس من أن تنجرح، فأبقوا المعبر مغلقا ولو أدى ذلك إلى موت الناس من قلة الدواء والغذاء. وكما سمعتم أردوغان أمس في دافوس قال بأنه قدم لأهود أولمرت وصفة لتبادل الأسرى تحل الإشكال وتتضمن إطلاق سراح نواب ووزراء حماس من المعتقلات الإسرائيلية. فقال الطيب أردوغان إن أولمرت رد عليه بالقول: لو أطلقنا سراح نواب ووزراء حماس لجن جنون عباس، وهذا الأمر لا نرتضيه. هذا الكلام لا أنقله عن مصادر خاصة أو سرية، أمس قاله على التلفزيون، قاله بملء الفم. إذن المعركة لم تنتهي والجهود يجب أن تستمر إلى أن يرفع الحصار، وسوف يرفع الحصار بإذن الله. أخيرا وأعدكم أخيرا، طوال هذه الحرب الظالمة لم يغب عن بالي نموذج قصة أصحاب الأخدود. طوال الوقت وأنا أتخيل ذلك الغلام وقد أفلس الملك الظالم ولم يبقى في جعبته وسيلة إلا استنفذها لقتل الغلام، هذا الغلام الذي كان شعارا للحق والتوحيد في ذلك الوقت. ثم يقول له الغلام: إن أردت قتلي فليس بإمكانك ذلك، ولن تمكن مني إلا إذا أخذت سهما من كنانتي وجمعت الناس في صعيد واحد وأمام الناس أخذت السهم وقلت بسم الله رب الغلام، فإن أصبتني قتلتني. ويظن الملك أنه نال من الغلام، فيفعل ما أشار به عليه ويجمع الناس جميعا في صعيد واحد، والناس بين متيقن ومتشكك بموقف هذا الغلام المتحدي للطغيان المتحدي للجبروت. فما أن يموت الغلام وقد علم الناس أن كل المحاولات السابقة فشلت في القضاء عليه، يموت الغلام حينما يرمى بسهم من كنانته وحينما يقول الملك بسم الله رب الغلام. وحماس اليوم تقدم لنا درسا نتذكر فيه أصحاب الأخدود. بسم الله رب الشيخ أحمد ياسين، بسم الله رب الرنديسي، بسم الله رب سعيد صيام، بسم الله رب نزار ريان، بسم الله رب كل الشهداء، بسم الله رب الأطفال والنساء والرجال، بسم الله ربهم جميعا، بسم الله ربنا وربكم، سننتصر لا محالة بإذن الله، سننتصر وقريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. القارورة زيت زيتون عند ألدي يورو 39، 3 يورو صارت، أنت عندك آخر الأسعار. نعم 3.5 في عند ألدي الآن، يعني مهما وصلنا بالأسعار فيها نوصل ل 50 أورو 80 أورو،
ولكن لن ندفع بهذا الشكل. سنبدا بالثلاثة يورو الموجوده عند الاخ، والذي يقول 3 يورو يدفع 3 يورو، واللي يقول 5 يورو يكمل 2 يورو، واللي يقول 7 يورو يكمل كمان 2 يورو. نمشي 5 يورو، كل واحد يرفع يده يدفع ال 5 يورو، والذي تقف عليه ان شاء الرحمن يروع بها في البيت حلال او يقدمها مره ثانيه للتبرع. اين الاخوه الذين يجمعون التبرعات؟ 1 2 اين الباقي؟ الجهه الثانيه ما في حد بالمره موجود. بارك الله للاخت واخلف عليها بالحلال ان شاء الرحمن، وجعل هذه الزيجه زيجه مباركه لانها تقدم هذا المال وهذا الذهب الخفيف انقاذا لذهب غالي هم ابناؤنا في فلسطين. فبارك الله في الاخت وجعل موده ورحمه. والاخت التي تقدم هديه زواجها نتمنى ان نعوضها وان نقول لها لم تقدم الغالي بالرخيص لكن قدمت الغالي بالغالي. فمن يقدم الغالي بالمئة يورو؟ لا 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 20 20 100 الان قل 100 قل 100 خلاص 100 من قال 120 شو ابو 150 اي علي صوتك وارفع ايدك 150 لا حط في صندوق ال 100 انت لسه واقف حاططها في جيبك لا طب اكتب ورقه فيها 100 واكتب ورقه فيها 50 حتى نعد عليك الورقه في النهايه 150 يورو هديه عرس 200 يورو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني انا طلبت الكلمه لانه الاخ قال بانه المؤسسه الاغاثه الإغاثة الإسلامية تعطي كل الناس دون التفريق بين جنسياتهم او دينهم. انا اقول المؤسسه هذا الكلام ايها الاحباب سمعته هنا في المانيا وسمعته في غير المانيا يستغلونه لمحاربة المؤسسة ويقولون بأن المؤسسة إسلامية تستغل اسمها وتنفق ما تأخذه من المسلمين في أشياء نحن لا نرضى عنها. أنا أقول حتى أصلح هذا الموضوع أخي ويكون في عقول كل الإخوة ماذا تصنع المؤسسة الإسلامية أو الإغاثة الإسلامية. الإغاثة الإسلامية عندها مبدأ شرعي شرط الشارع شرط الواقع. يعني الآن المال اللي يجمع لغزة لا ينفق بغير غزة مطلقا، وأنا أعدكم وأعرف يقينا بأن ما يجمع لغزة يصل لغزة فقط وليس لغير غزة. تكبير الله أكبر. 2 الأموال اللي تؤخذ للزكاة تصرف في مصارف الزكاة الإسلامية كما شرعها الإسلام وليس في مكان آخر. الأموال التي تؤخذ كزكاة فطر تذهب من هنا إلى المكان التي وقفت فيه حتى نقل الأموال نصرفها نحن من مكان آخر. المكان اللي يدفع هنا 6 يورو يصرف هناك 6 يورو بالضبط دون نقص، وبما وللأشياء التي وقفت لها وليس لمكان آخر. أما المؤسسة عندها تبرعات عامة تأتيها تبرعات من أماكن مختلفة، هذه التبرعات العامة يصرفها الإخوة في 35 دولة الموجودة. أنا أضرب مثال، أخ موجود في مالي عنده تبرعات عامة للفقراء، يمشي في شارع من الشوارع يجد فقير جاره بغض النظر مسلم غير مسلم، هذه من التبرعات العامة يعطي المسلم وغير المسلم، هذا صحيح. ولكن ما ينفى أو ما يوقف لجهة معينة لا يذهب لجهة معينة ثانية حتى لا تستغل هذا الموضوع. وجزاكم الله خيرا. وكنت أود أن يكون في وقت أحدثكم عما صنعنا في غزة من مشاريع، عما نريد أن نصنع في غزة بالذات من مشاريع، لكن الوقت لا يسمح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا جزا الله الدكتور على هذه الكلمات الطيبه التي ذكرها، وثانيا احبتي اقف بين ايديكم لاقرا شكرا من غزه لاخوتها
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أقرأ عليكم أخوتي شكر من غزة هاشم. أحبتي، تقول لكم غزة: أنتم العين قرتها، ووصلكم للروح راحتها، ووقوفكم لجانبي أبقى لغزة عزتها. جئتكم اليوم على سفينة الشكر والامتنان لأرسو على ضفة أرواحكم الطاهرة، فأعانق قلوبكم الحانية وأصافح أيديكم المتوضئة. ولما لا، لطالما استحققتم ذلك، فقد وقفتم بجانبي وجانب أهلي وأولادي في ذلك الحصار الطويل الذي لم يزدني إلا صلابة. ولكن كان ظن الصهاينة أن غزة أصبحت ممزقة ونسيت من عروبتها وأهل دينها، فآردوها راكعة، فأعلنوها حربا همجية بكل معنى الكلمة. 23 يوما كنت أشعر بأنين قلوبكم، أسمع أصوات حناجركم وأتعجب. نعم أحبتي، أتعجب كيف كانت تعلو أصوات طائرات العدو التي كانت تدك غزة بمئات الألاف من أطنان القذائف والصواريخ. ولقد كنت موقنا أن هناك من يشعر بنا، فعزمت على أن أصمد بعون الله ثم دعم أحبتي ولو ضحيت بالكثير الكثير. وصمدت غزة، وصمد أهلها، وكنا نتألم، ولكن هناك من يدعو لنا في ظهر الغيب من كل مكان في مشرق الأرض وغربها. ترسل تلك الدعوات الصادقة لنا هنا في أرض الرباط، وتقذف حمما بركانية على الغاصب المحتل، وتزيدنا صلابة وصمودا. لذا كتبت اليوم لكم ما شاء الله أن يكتب، لأوفيكم بعض حقكم علي وعلى أهلي وشعبي، وليقول لكم كلمة شكرا ترافقها دعوة صادقة تخرج من قلب جريح ضمدت جراحه ضمادات عربية، أو فم طفل أصبح يتيما أطعمته أياد مسلمة أبية. فبارك الله لكم في أموالكم وأنفسكم، وجزاكم الله ربي عنا كل خير. وأختم لكم بهذه الأبيات أحبتي: صوت يصدح في الأفق ينادي بصوت وأنين، الموت يلاحق أطفالي وليس غير الله معين، ودموع الثكالى ما جفت منذ عشرات السنين. قد استباح حرمتي وشريعتي في الفجر ديوث لعين، صرخت يا عروبتي قالوا لا جدوى في السامعين. لم يعد هناك معتصما، لم يعد هناك صلاح الدين، عروبتك عنك تخلت وأصبحوا شياطين ساكتين. لا بل قتل أطفال غزة بات يعلن من أرضا للمسلمين. صرخت لا وألف لا، فأنا ليس وحدي فلسطين، فلسطين أرض العروبة، فلسطين قبلة المسلمين. الله حسبك يا واسع، كان بعونك يا واسع على العدوان وعلى الخذلان، صبرك يا أرض العز. الله حسبك يا واسع، كان بعونك يا واسع على العدوان وعلى الخذلان، صبرك يا أرض العز. الله حسبك يا هي.